موهوب من صغر سنه، حريف من حرفة الكرة اللي تحب تتفرج عليهم، لمساته للكرة تخطف قلبك وتحركاته في الملعب تاخد عينك. من أول يوم ليه مع الفريق الأول للزمالك وهو ما وصلش لل 18 من عمره، كتب شهادة ميلاده في ملعب الموهوبين. كل اللي دربه قال عليه لاعب من حتة تانية. نجمنا اللي بنتكلم عنه النهاردة هو محمد إبراهيم، نجم سيراميكا كليوباترا الحالي والزمالك السابق، وصاحب الهاتريك التاريخي في شباك النمسا ببطولة كأس العالم للشباب بكولومبيا. محمد إبراهيم اللي بدأ مع الزمالك وتألق معاه بشدة وخرج لتجربة احتراف سريعة في ماريتيمو البرتغالي، عاد مرة أخرى للزمالك عشان يكمل مسيرته بالقميص الأبيض، لكنه رحل عن فريق ميت عقبة وانتقل لفريق المقصة ومنه إلى سيراميكا كليوباترا فريقه الحالي. هيفتح قلبه للرقم 10 ويتكلم عن كواليس كتير في مسيرته وفرصه في العودة للزمالك وأسباب عدم إتمام صفقة انتقاله للأهلي وحلمه بالرجوع لمنتخب مصر. كل ده وأكتر هيسأله كريم رمزي لمحمد إبراهيم. لو رجعنا بالوقت كده كام سنه لورا، لو تفتكروا جيل منتخب الشباب الرائع اللي كان فيه محمد ابراهيم وعمر جابر ومحمد صلاح وكل والشناوي وكل اللاعبين الرائعين وحجازي، طبعا كل اللاعبين الرائعين في الجيل ده، لو تفتكروا الجيل ده كويس كان رقم واحد فيه في الموهبه او الطموح او ان احنا نحس ان هو عامل اداء رائع جدا، كلهم لعيبه عظيمه، احنا بنقول اسماء عظيمه كلها، بس كان الاسم اللي منور قوي هو محمد ابراهيم، لعيب حريف، لعيب تحبه، لعيب تحب تشوفه في الملعب. كنت بقى بتشجع الزمالك، اهلاوي، اسماعيلاوي، وبتشجع اي فرقه، اللعيبه الحريفه اللي زي محمد ابراهيم ديت دايما تبقى مستمتع بيهم جدا ودايما تبقى متوسم فيهم خير. انا فرحان ومبسوط وسعيد جدا ان محمد ابراهيم هو ضيفي في اول حلقه من رقم 10، عشان هو من اللعيبه المركز رقم 10 التقال قوي. كابتن محمد، صباح الفل عليك، انت مشرف ومنور حبيبي يا كريم. ببارك لك طبعا على البرنامج الجديد وان شاء الله يكون وش خير عليك، وانت كالعاده متالق دايما وانا مبسوط جدا ان انا موجود معاك النهارده ومبسوط، وشكرا على الكلام اللي انت بتقوله ده، اقل من حقك، ربنا يخليك يا حبيبي. ده انا خد بالك الكلمتين اللي قلتهم دول هم مش محضرين، بس انا لما بفتكر جيل منتخب الشباب ده فعلا مين اللي كان منور، مين اللي كان نجم الفرقه، هو محمد ابراهيم. ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ اللي حصل بعد كده انه الكابتن محمد ابراهيم رائع مع الزمالك، رائع مع مصر المقصه، رائع مع سيراميكا، رائع مع اي فريق بيلعب فيه، بس دلوقتي بصراحه شديده يعني محمد ابراهيم غايب عن المنتخب على الاقل يعني. بس محمد ابراهيم يا جماعه ده مكسر الدنيا في كل حته. لا طبعا ببارك لهم الاول على الماتشين اللي فاتوا طبعا، وببارك لمصر كلها وهم بيلعبوا باسامينا كلنا. هي في الاخر في الاول وجهه نظر يعني، فالواحد بيحترم وجهه النظر دي، وهتعب واشتغل تاني ولما تيجي الفرصه الواحد يمسك فيها يعني ان شاء الله. حلو جدا. انا بقى سؤالي ده ما كانش سؤال اصلا لا علاقه بالمنتخب، ولكن هو ليه علاقه بيك انت. انت الفتره اللي فاتت ديت راضي فيها؟ يعني مبسوط، حاسس ان انت خدت حقك الحقيقي؟ الحمد لله يعني لحد ما، مش هقول لك راضي بنسبه 100% يعني حاسس لسه في عندي كتير، بس الحمد لله الواحد بيشتغل حسب المنظومه اللي بتبقى موجود فيها وحسب المكان المدير الفني موظفك فيه فبتشتغل فيه، فلحد ما الواحد راضي عن الفتره اللي فاتت، وان شاء الله الفتره الجايه الواحد بيطمح في المزيد يعني ان شاء الله. طب تعالى نبدا من الاخر. سيراميكا كليوباترا اداء رائع جدا الموسم اللي فات مع سيراميكا كليوباترا، دايما ادائك رائع ودايما ركيزه اساسيه مع الفريق، مع الكابتن هيثم شعبان مميز جدا، مع الكابتن ضياء السيد مميز جدا. في لاعبين بيطلعوا وينزلوا مع مدربين او حتى في مستواهم، بس انت ركيزه اساسيه. غاب محمد ابراهيم بقى في مشكله، تواجد محمد ابراهيم بقت الامور ميسره. تجربتك مع سيراميكا كليوباترا حتى الان؟ لا والله التجربة الحمد لله كانت ناجحة. السنة اللي فاتت كانت أول موسم للفريق في الدوري الممتاز، واللي أنت تفنش في العشر الأوائل ده طبعا ما كانش ده طموحنا في البداية، لكن مع ظروف الموسم والموسم كان طويل شوية، فالحمد لله يعني كبداية للفريق البداية الحمد لله كويسة. كنت أتمنى إن احنا نبقى في مكان أحسن من كده، ولكن احنا نتعلم اللي احنا وقعنا فيه الغلطات السنة اللي فاتت وإن شاء الله نصلحها السنة دي ونبقى في مكان أحسن. سيراميكا لاعبين وجهاز فني أو حتى إدارة حطوا ضغط على نفسهم مبكر؟ يعني احنا سيراميكا الموسم اللي فات حسسنا إنه داخل هينافس وعنده تشكيلة محترمة، وصراحة إدارة سيراميكا عملت فريق محترم جدا، بس هو اللي حسسنا إنه داخل ينافس، فدي بقت ضغوطات عليكم كلكم؟ طبعا كانت ضغوطات على الناس، لان انت كمان سيراميكا السنه اللي فاتت عمل حاجه مميزه جدا، هو ما استغناش على كل الناس اللي كانت موجوده. صح. هو في ناس من اللي كانت في الدرجه الثانيه طلعت معاهم فوق. صحيح. والناس كلهم ما شاء الله كلهم مميزين.
في مشاهد حسين. مشاهد حسين النهارده مصر كلها بتتكلم عليه. صحيح. فشادي طالع معاهم من تحت مع لعيبه كتير موجوده من تحت طالعه معاهم. مش عاوز يعني الناس كتيره مش عاوز اتكلم عن حد منهم، بس بتكلم عن شادي عشان شادي الاسم اللي هو المنور قوي. المنور قوي. فدي حاجه لما انت بديت الموسم وكنت بتكسب الماتشات الاول، فدي الناس كلها حطت سيراميكا في حته كبيره او حته اللي السيراميكا تبقى في المربع بالظبط. فدي خلت بعض الناس برضو مش متعوده على الضغوطات، ابتدت الضغوطات تزيد عليها اللي انا لازم اكسب كل ماتش. فطبعا فقدنا نقط كتير في اوقات المفروض كنا نكسب وما كناش بنكسب، بس هي دي الكوره يعني. سواء مع كابتن هيثم شعبان او مع كابتن ضياء السيد، كان الفريق في اول الموسم طالع شويه ونازل شويه. ايه هي الظروف اللي منعتكم؟ انت قلت لي في شويه ان الظروف هي اللي كانت سبب مشاكل، اصابات مثلا، غيابات، تغييرات الاجهزه الفنيه كانت ملخبطه، خاصه ان الاثنين مدربين محترمين جدا سواء الكابتن هيثم او الكابتن ضياء. طبعا لا هي مش مدربين فنيين خالص، هي الموضوع زي ما قلت حضرتك اللي انت في البدايه الحمد لله احنا ربنا كرمنا اللي احنا بدينا الموسم بمكسبين. فدي كانت بالنسبه لنا دفعه كويسه جدا. بعد كده مع الوقت بقى ابتدت يعني الضغوطات برضو على اللعيبه، اللي انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، دي ضغوطات. اللي احنا كنا بنلعب في السويس، فطبعا تقريبا كل ماتشاتنا يعتبر بنسافر، انت بتسافر كل ماتش، كل سفريات السويس تلعب كل 3 ايام. يعني انا فاكر السنه اللي فاتت في 3 ماتشات لعبناهم، احنا لعبنا في السويس، رحنا اسكندريه، جينا من اسكندريه على السويس. الكلام ده بتتكلم في 7 أو 8 أيام. صح. فدي ضغوطات، يعني مش بتكلم مش ضغوطات جوه الكوره بس، هي ضغوطات بدنيه طبعا. فدي طبعا حط ضغط على اللعيبه اللي انت بتلعب كل 3 ايام ماتش مع سفر السويس، وتيجي من السويس تروح ممكن تلعب في اسكندريه، فده بدنيا يعني خد مننا شويه. في وقت تراجعت نتائج سيراميكا شويه وبدات الناس تشك، تقول ايه ده، هو سيراميكا ممكن يهبط، هو سيراميكا ممكن يخسر، هو سيراميكا ممكن ينزل. كنت انت وزمايلك لقيتوا في اي لحظه من اللحظات؟ لا ما لقيناش، يعني ما كناش للدرجه دي خالص للدرجة. يعني لا بالعكس، احنا في الاخر خالص احنا كنا باصين للمربع برضه. صح. يعني احنا حتى في اخر الوقت كنا باصين اللي احنا عاوزين نخش المربع. بس زي ما قلت لحضرتك هي الظروف، يعني هي الظروف السنه اللي فاتت كان موسم بدايه. طيب ده البدايه، ده بدايه الموسم اللي فات. وبصراحه ورغم كل شيء انا من الناس اللي عجباني قوي تجربه سيراميكا، تجربه محترمه جدا طبعاً. اداره محترمه جدا، جهاز فني. انا بحترم جدا الكابتن هيثم شعبان، وطبعا الكابتن ضياء السيد مدرب كبير، وعملوا فرقه حلوه، يعني عملوا فرقه بتكوين كويس. وانا في بدايه كلامي حتى في بدايه الموسم كنت بقول ان فرقه بتطبق الاستثمار بشكل صحيح، يعني بيعرفوا يجيبوا لاعبين كويسين مميزين. السنه الجايه بقى ايه اللي ممكن يحصل؟ السنه الجايه انتوا كلاعبين وجهاز فني بتفكروا في ايه؟ لا ما زي ما قلت حضرتك في البدايه، احنا السنه اللي جايه دي احنا عاوزين نتعلم من اخطاء السنه اللي فاتت. في اخطاء واحنا وقعنا فيها الموسم اللي فات. حلو، هنتعلم من الاخطاء. بعد ما نتعلم من الاخطاء لازم بقى نشوف بقى احنا غلطنا في السنه اللي فاتت ونبني على السنه دي. السنه دي الدوري انا حاسه يعني برغم الدوري هيبقى فيه مضغوطات، بس هيبقى عندك وقت برضو اللي انت يعني مثلا ممكن تلعب 3 ماتشات والدوري يقف، تلعب لك ماتشين والدوري يقف، فدي هتديك راحه شويه. بس انت مش حاسس الدوري السنه دي ممكن يبقى اصعب؟ يعني حاسس حتى صح؟ هو اصعب. اللي صعب مش هيبقى هو اصعب. يعني سيراميكا السنه اللي فاتت لو تفتكر قلنا ده سيراميكا داخل يصرف كتير عشان يكسر. هو اصعب. دلوقتي بقى في فرق تانية بتصرف زي سيراميكا وزي بيراميدز وزي اصعب. اصعب طبعا اصعب. واللي مش هيركز واللي مش هيبقى عنده قوام كبير اللي انت تبقى كل لعيبه يعني قريبه من بعضها هيتعب. لان الموسم هتيجي في وقت ممكن تلعب لك 5-6 ماتشات في وقت قصير جدا. فانت لازم يبقى عندك كل الناس قريبه من بعضها. فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا ودي اللي احنا الكابتن شغال على كابتن هيثم شغال على دلوقتي والفتره اللي فاتت تعبان معانا قوي، اللي هي احنا ازاي يعني نحاول نجمع نقط كتير قوي بالذات في الدور الاول. صح. عشان الدور الثاني نرتاح، وده اللي حصل معانا الموسم اللي فات. اللي احنا جمعنا في الدور الاول كويس، الدور الثاني خسرنا كتير بس كنا مرتاحين من اللي احنا جمعناه في الدور الاول. صحيح. طيب قبل سيراميكا كان في مصر المقاصه، تجربه رائعه لمحمد ابراهيم، تجربه رائعه بصراحه، يعني كانت مدهشه بصراحه، كنت من افضل لاعبي الموسم اللي لم تكن افضلهم. يعني بعد تجربه مصر المقاصه، زمالك، اهلي، بيراميدز، اسماعيلي، سيراميكا، كلام كتير من كل الانديه، وفي الاخر رحت سيراميكا. الفتره اللي ما بين مصر المقاصه وما بين سيراميكا ايه اللي حصل فيها؟ فرصه وانت معانا تقول لنا الفتره دي كانت رايحه فين، انت كنت جاي منين ورايح فين؟ لا ما فيش والله، هو انا لما رحت المقاصه كانت البدايه ما كانتش احسن حاجه. صح. وبعد كده جه كابتن ايهاب. الحمد لله مع كابتن ايهاب ابتديت
ارجع كتير مستواي، وطبعا بشكره طبعا لان هو بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي فضل كبير عليا اللي هو يرجعني تاني للمستوى بتاعه وكده. هو جميل الكابتن ايهاب، يعني جداً. اي لعيب عايز يرجع لمستواه يروح للكابتن ايهاب بسهوله جداً. جدا طبعا. بس فجيت بعد كده ابتدى بقى زي ما حضرتك بتقول في انديه ابتدت تكلمني والكلام ده كله، كان بقى لي 8 شهور في المخاصه ساعتها، ما كانش فيه فلوس، ما كناش بنقعد فلوس صح. بس انا كان يعني انا كنت طول الوقت عندي لازم كان عندي عقيده ان انا لازم احترم الناس اللي انا معاها، ما ينفعش اللي انا اتعدى دي او الكلام ده كله. فجيت جيت في الاخر ربنا كرمني واستخرت ربنا، لقيت سيراميكا هم اللي دخلوا اتكلموا في الاخر جد وخلصوا مع الناس، ولقيت الناس مرضين في المقصة بالعرض ده، فعلى طول اتخذت القرار وخدت الخطوه يعني. لكن قبلها كانت كلها مناوشات مفاوضات نسميها كده نسميها كده يعني ما كانش في حاجه لا انت اللي بتفتح لي كلام، انا كنت اخدك نسميها كده انا كنت اخدك وامشي في حته تانية. نسميها كده وخلاص يعني بما انك انت اول مره تبقى ضيفي فانا مش هدوس بقى او مش لازم أدوس. طيب الزمالك وحشك طبعا، اكيد الزمالك وحشك طبعا. قول لي بتتابع الزمالك ازاي دلوقتي، بتتابع ظروف الزمالك ازاي، بتتابع تفوق الزمالك وفوزه بالدوري برضه عشان ما يبقاش الموضوع كله حاجه وحشه في نادي الزمالك، هو الزمالك لسه كسبان فاكيد كنت مبسوط، وفي ظروف صعبه ممكن يمر بيها نادي الزمالك، الظروف دي بتعيشها ازاي؟ طبعا هو الله يكون في عون الناس الموجوده يعني هو يعني لهم ضغوطات كتيره جدا من كل حته، عليهم ضغوطات مشاكل من هنا ومشاكل من هنا ومشاكل من هنا، فالله يكون في عونهم يعني الله يكون في عونهم. وانا بشكر اللعيبه لان اللعيبه رجاله ومستحملين واخدين الدوري السنه اللي فاتت واصلين نهائي افريقيا النهارده كسبانين بره ارضهم، فبشكرهم وبتمنى لهم التوفيق اللي هم يفضلوا مكملين كده ان شاء الله، والظروف ان شاء الله هتعدي باذن الله. الظروف دي انت واجهت شبهها وانت موجود في نادي الزمالك صح؟ شبهها بكتير. الظروف دي كنت بتتعامل معاها ازاي؟ يعني لعيبه نادي الزمالك، انا برضو عايز اقول للناس لعيبه نادي الزمالك دي بتشيل المسؤوليه ازاي وعايشه في صعوبات عامله ازاي؟ مش حاجه سيئه من الاداره، بالعكس الاداره الحاليه دي هي عامله مجهود خرافي طبعًا. بس هي ظروف على الكل، اللعيبه ازاي بقى تقدر تقاوم الظروف دي؟ ما هو بص انت يعني لما بتلعب في نادي الزمالك نادي كبير فكون اللي انت تبقى موجود في نادي الزمالك اصلا دي في حد ذاتها فلوس يعني يعني مش هيجي لك وقت ان نادي الزمالك مثلا يبقى مفيش فلوس وهقعد في البيت او مش هتمرن او الكلام ده كله، هتبقى انت خسران برده من كل الاتجاهات يعني لو ما اتمرنتش او ما بقتش في التمرين انت خسران من كل الاتجاهات، فانت بتشوف شغلك وكده كده فلوسك هتاخدها يعني هتتاخر شويه او كده بس هتاخدها. يعني انت لما مشيت من نادي الزمالك ما كنتش متضايق بسبب فلوس؟ انا امتى لما مشيت من نادي الزمالك مشيت المره الاخيره ولا الاخيره؟ لا ده انا مشيت انا بعد الاستغناء. ايوه ما هو كده انا عارف هم مشوك بدوها الاستغناء. هل الاستغناء دي كان سببها مثلا زعل منك بسبب فلوس فقال لك لا امشي بقى اطلع؟ لا خالص والله، انا كنا احنا معسكرين في قبرص وكان عندنا معسكر هناك عشان كان في 3 ماتشات ممكن ربنا يكرمنا كان ناخد الدوري لو كنا كسبناهم تمام وبس، وجينا لعبنا ماتش الجونه تعادلنا وكنا بعدها عندنا ماتش الاهلي في اسكندريه، فاحنا بنتكلم ومعسكرين والكلام ده كله، ففوجئت اللي انا بيكلموني الناس بيقولوا انت الاستغناء بتاعتك موجوده في مصر المكسه بس كده ببساطه ما كانش لها علاقه بفلوس خالص ولا لا. على فكره انا مشيت من الزمالك ليا فلوس وما طلبتش بيها ولا اتكلمت فيها لحد دلوقتي ولا اتكلمت فيها ولا حد في مصر يعرف ان انا ليا فلوس من الزمالك اصلا. انا اول مره اسمعها فعلا منك. وانا عمري ما اتكلمت فيها لكن امشي من نادي الزمالك عشان فلوس او كده لا ما حصلتش خالص. ده ما حصلش خالص. يعني ما كنتش عايز ارجع للالام قوي بس انت فتحت لي سكه انه هو الزمالك دلوقتي انا عندي محمد ابراهيم، معلش اصل محمد ابراهيم مش عشان انت قاعد قدامي بس انت من اللعيبه القليله اللي عندهم مهارات في الكره المصريه، في طبعا نجوم ولاعيبه رائعين بس انا عندي محمد ابراهيم بسيبه. لما بتقعد مع نفسك وتقعد زي اي حد يقعد يدور على غلطه هو عملها سببت الاستغناء ده، ما هو طبعا خلاص هو في خطا عند اللي استغنى عنك 100% بس الواحد بيقعد يدور يمكن انا السبب، حسيت في لحظه ان انت السبب في حاجه كنت مقصر فيها؟ بص هو بصراحه هو مفيش حد هيشوف نفسه غلطان، ممكن يكون في حاجه هي في الاخر وفي الاول هي وجهات نظر طبعا، يعني هي وجهه نظر اللي خد الخطوه دي وجهه نظره وهو شايف اللي ده الصح للنادي او ده لمصلحه النادي وده لازم تحترم يعني بس مفيش. انا على المدار من ساعه ما رجعت من البرتغال على مدار 4 سنين الحمد لله معظم المدربين اللي بتيجي مصري او اجنبي كنت بلعب معاهم مفيش يعني مفيش كنت بلعب مع كل الناس. وانت انا فاكر انت الفتره الاخيره اصلا مع نادي الزمالك كنت في افضل يعني حتى كنت بعيد شويه ورجعت لحد اخر نهائي افريقيا انا لعب نهائي افريقيا وكنت كابتن في نهائي افريقيا اسكندريه
اللي هو البطوله احنا خدناها. حاجه غريبه يعني الموضوع كله على بعضه. ما اقول لحضرتك هي وجهات نظر غريبه. هي وجهات نظر. بالمناسبه انا لحد دلوقتي مش فاهم ايه المشكله اللي دايره بين نادي الزمالك وماريتمو البرتغالي عليك والفلوس واللي راحت وال40 فلوس. صدقني لو قلت لك انا ما عرفتش الموضوع ده غير بعد ما مشيت سنه. ايه طب ممكن الاول بس تقول للناس المشكله فين وبدأ فين واخرها فين؟ لا هو مفيش. هو انا لما سافرت البرتغال ورحت هناك بعد ما رحت هناك بشهرين كان في ناس الزمالك كلموني عاوزينك ترجع ومش عارف ايه وبيتك فبناء عليه خدت الخطوه وربنا كرمني ورجعت وخلصهم. فكان الشرط اللي انا ارجع لازم انا اللي هدفع الفلوس الرجوع من عقد يعني. تمام. فقلت لهم مفيش مشكله اتفقوا شوف هتتفقوا على ايه واللي هتتفقوا عليه انا موافق عليه. اتفقوا ساعتها على 500,000 يورو. قلت لهم خلاص انا متحمل المبلغ من عقدي على 5 سنين. وفعلا ابتديت ادفع الاقساط من عقدي كانت بتتخصم كل سنه من المقدم بتاع عقدي. وخلصت المبلغ. بعد ما مشيت من الزمالك بسنه ورحت لعبت مع المقصه فتره بقى اللي كانت الانديه بتكلمني فيها. فوجئت اللي في مسؤول في الزمالك بيكلمني بيقول لي اللي فيه بقى موضوع المليون يورو ده. انا ما اعرفش عنه اي حاجه وهم على فكره هم كانوا مش يعرفهم لان هم لو كانوا يعرفهم ما كانوش هيطلعوني بالطريقه دي. طبعا. كان هم لو كانوا يعرفوا كانوا هيسيبوني على الاقل السنه وبعد السنه هيمشوني خلاص عادي خلص ويمشوني. الغلط هم اكيد هم ما كانوش عارفين برضه. الغلط ما حدش عارف مين اللي عمل الموضوع يعني انا واحد من الناس والله ما اعرف. انا بس انا اصل الموضوع ده لما قعدت اقراه انا عمال ادور على حد هو امسكه هو اللي غلطان. ما هو انا يعني العقد ذات نفسه انا ما عملتوش. انا كل اللي انا وافقت عليه تدفع الفلوس. قلت لهم انا هدفع الفلوس. اتحطت في عقد في نادي الزمالك ودفعت الفلوس. اللي هم ال 500 المليون يورو ده انا ما اعرفش عنه حاجه يعني انا ما عرفتش غير بعد ما مشيت بسنه يعني هم لو كانوا يعرفهم اكيد ما كانوش هيمشوني طبعا هيسيبوني سنه على الاقل مش هيلعبوني. صح. كنت هلعب مع الناشئين زي ما كنت بلعب مع الناشئين وبعد سنه هيمشوني ببلاش خلاص. هو مين ده اللي يلعب مع الناشئين؟ ما انا كنت بلعب مع الناشئين اخر سنه يعني لعبت معاهم 3 شهور كده. وايه السعاده دي؟ عادي ايه المشكله؟ ليه لا ايه السعاده؟ اصل محمد ابراهيم يعني محمد ابراهيم حاجه بحبها ايه المشكله لو هلعب لو هنزل العب في الشارع حاجه بحبها عشان نادي الزمالك طبعا. ففوجئت اللي هو بيكلمني بيقول لي كذا كذا فقلت له والله ما اعرف حاجه بس كان طلب مني حاجه ساعتها بس ما ينفعش اتكلم فيها يعني فقلت له انا تحت امرك واللي نادي الزمالك يطلبه مني انا تحت امر يعني ما اقدرش اتاخر يعني للحظه اتاخر يعني. طب الزمالك دلوقتي عنده غرامه المفروض يسددها هي غرامه مليون يورو تقريبا مليون يورو. حاجه مؤذيه جدا. ده اللي حاطط البند رهيب حاطط بند يعني قهري. اللي هو يعني طبيعي الناس بتحط نسبه اعاده بيع لكن تحط نسبه اعاده بيع بحد اقصى مليون يورو يعني غير يعني بند اللي حاطه يعني قاصد يغرق نادي الزمالك. انا بقول لك بصراحه اللي حاطه من اداره نادي الزمالك هو قاصد يغرق نادي الزمالك. هو ملهاش معنى تاني يعني ملهاش معنى تاني غير كده. بس انا بقول لك هم ما كانواش عارفين يعني انا والله مش بدافع عنهم طبعا بس هم اكيد ما كانواش عارفين بس برضو هي كارثه ما بقاش عارف يعني هي كارثه. بس هم لو كانوا عارفين اكيد ما كانواش هيمشوني. كان على الاقل هيسيبوني السنه دي ويمشوني ببلاش بعد كده. طيب في مدرب اشتغلت معاه وعملت معاه شغل حلو قوي وعايز يديك رساله لطيفه جدا نشوفها على الشاشه معانا. مدرب من الناس اللي انت بتحبهم جدا يعني. السلام عليكم محمد ابراهيم حبيبي. لقد كنت لاعبا عظيما معي ولقد ساعدتني كثيرا. أنا سعيد جدا وأتشرف اليوم بأن أرسل لك هذه الرسالة الصغيرة لأنك ستقدم نفسك اليوم في البرنامج وأنا سعيد للغاية لمعرفة أن الناس ما زالوا يعطونك الاهتمام الذي تستحقه في حياتك كرجل وكلاعب كرة. علاقتنا كانت جيدة جدا معك ومع عائلتك وأطفالك. كل فترة نتبادل الرسائل سويا بكل سعادة. أنت تستحق كل الاحترام من المصريين وقدمت الكثير لكرة القدم المصرية. أتمنى لك الأفضل يا حبيبي. جميل جوربان بير مدرب كبير. جميل والله مدرب كبير ومن أحسن السيرة اللي عملتها في حياتي في الكورة كانت معاه. مدرب ده من الناس اللي اشتغلت حلو قوي مع نادي الزمالك جدا ومن أنا بقول لك أنا شخصيا من أحسن السيرة اللي عملتها في حياتي في الكورة كانت معاه. معاه هو. طيب خلصنا القصة بتاعت إدارة نادي الزمالك وتحركك من نادي الزمالك. عايز أعرف علاقتك أنت دلوقتي حتى على السوشيال ميديا حتى في الشارع مع جماهير نادي الزمالك علاقة عاملة إزاي؟
يعني في السوشيال ميديا مش قوي يعني عشان ابقى صريح معاك، لكن في الشارع الحمد لله بقابل كل الناس، الناس كلها الحمد لله بلاقي حب في الشارع ليه كله. ليه في السوشيال ميديا مش كويس؟ لا مش متابع السوشيال ميديا يعني. يعني انا فاكر موقف كان عنده ماتش في السويس، موقف ده عمري ما انساه. فقابلت مشجع كده زملكاوي، هو شاب يعني، وكنت داخل اشتري حاجه كده، فالمهم قابلني فبيقول لي انا بحبك يا كابتن بس انت ضيعت مننا دوري. قلت له دوري اللي ضيعته منك؟ قال لي الدوري بتاع ماتش الجونه ضيعت فيه الكوره ده. فقلت له طب عادي، ايه المشكله؟ ما تحسب انت بتحسبها ليه كده يعني؟ طب ما ضيعت الكوره، في ناس كتير بتضيع كور، ف مش ازمه يعني الماتش. وبعدين لو هتحسبها كده، طب ما انا ممكن ارد اقول لك طب ما انا خارج من الماتش والماتش كان 1-0 لينا. بس هي ما بتحسبش كده، هي بتحسب الماتش. فضلنا نتناقش يعني كده، وفي الاخر اتصورنا مع بعض والدنيا حلوه يعني. فلا الحمد لله علاقتي بالناس في الشارع كويسه جدا يعني الحمد لله. طيب من الحاجات المهمه جدا في علاقتك بجماهير نادي الزمالك، كنتش نفسي اخش يعني مش عارف اقولها لك ازاي، بس انت علاقتك بجماهير نادي الزمالك كانت علاقه حلوه يعني، كانت علاقه عظيمه. مازالت حلوه الحمد لله. ومازالت حلوه. لما اتقال ومش مش هفتح انا ده مش هفتحه معاك. لما اتقال او اتربط اسمك بالنادي الاهلي، هل في الوقت ده علاقتك بجماهير نادي الزمالك اتوترت؟ لا خالص، بالعكس فضلت زي ما هي. الحمد لله علاقتي بيهم كويسه جدا، والناس بتقابلني في الشارع يعني زي ما بقول لك، انا الحمد لله بدل احترام مع كل الناس. فالحمد لله ما عمري ما شفت من حد ساء في الشارع او حد قال لي حاجه وحشه، الحمد لله بالعكس. لا عكس كده تماما يعني. كابتن دياس السيد اتكلم معاك عن المنتخب في الفتره اللي فاتت يعني؟ لا، هو كابتن ضياء على طول بيكلمني من قبل ما يجي سيراميكا. بس انا عارف كابتن ضياء بيحبك قوي. لا هو ابويا يعني بيحبك قوي. انا ما اقعدش مع كابتن ضياء لما يقول لي محمد ابراهيم محمد ابراهيم يعني. لا الحمد لله هو علاقتي بيه كويسه جدا، هو على طول بيكلمني يعني، بيكلمني وانا بكلمه، باخد يعني قبل ما يبقى في المنتخب يعني. ممكن فتره المنتخب ده الكلام قل شويه مش زي الاول. عشان برضو مش ما بحبش يعني، عشان بحبه جدا عمري ما احب احطه في حرج او كده، لكن على طول باخد النصايح منه، اللي انا لو في حاجه اخدها بكلمه قبليها كده يعني. كنت مع كابتن دياس السيد، جه المنتخب شباب رائع جدا، طلع لعيبه عظيمه جدا في مصر في الفتره الاخيره او في الفتره السنوات اللي فاتت كلها. مين من اللعيبه اللي كانوا في الجيل ده انت قريب منهم قوي لحد دلوقتي؟ بص، هو طبعا بحكم الشغل وكده ما بنبش يعني مش زي الاول يعني. بس هو عمر اللي على الفترات يعني بنتقابل وكده يعني. عمر جابر. محمد صلاح. لا مش قوي يعني. مش العلاقه ما فيهاش اتصال؟ لا، محمد طبعا اخويا وحبيبي يعني. محمد بس ما فيش علاقه بتتكلموا مع بعض بس دلوقتي يعني. يعني ايه رايك في اللي بيعمله محمد صلاح في الايام والشهور والسنين؟ لازم ياخد احسن لاعب في العالم بصراحه السنه دي بصراحه يعني. بس هو بجد يبقى فيه هزار لو ما خدهاش احسن لاعب. لازم السنه دي بياخدها بصراحه يعني. لان هو يستحقها يعني. بيعمل مستوى النهارده عمل اداء رائع جدا. وعمل على ما لحقتش اتفرج عليه، عشان ماتش ودي النهارده الساعه 12. حاجه مدهشه يعني، جول عالمي واسيست مش طبيعي. ماشي بصراحه بسرعه الصاروخ يعني. صح. لسه مكملين مع النجم الكبير كابتن محمد ابراهيم بعد هذا الفاصل. نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن محمد ابراهيم. عايز العب معاك شويه بقى، عشان عايز افك القعده بما اننا احنا متاخرين كده والوقت متاخر، فرح العب معاك شويه. لو سالتك هسالك كذا يعني كذا سؤال، الاسئله اللي هسالك دي كلها تجاوبها في 30 ثانيه بسرعه. مين اسرع لاعب؟ صلاح. اذكى لاعب؟ الوقت بيجري 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 بيجري. اذكى لاعب؟ عمر جابر. اصعب؟ أصعب لاعب واجهته. أصعب لاعب واجهته؟ لا مش فاكر. فيش أصلاً يا ده، أنت جامد أوي. أكتر لاعب كوميدي؟ سعد سمير. أكتر لاعب بيعمل مجهود في الملعب يتمرمط يعني؟ حالياً ولا؟ حالياً بشكل عام يعني. حالياً أحمد فتحي. أحمد فتحي. أكتر لاعب بيتخن بسرعة. بيتخن بسرعة؟ وبيخس بسرعة برضه عشان يعني ما نخلصش عليه. هو وليد عمنا بس بيخس بسرعة. بيخس. طيب لو قلت لك أنت بتخش على الإنترنت يعني، بتخش على السوشيال ميديا. بخش. إيه لما بتيجي تكتب اسمك على جوجل أول حاجة بتظهر لك إيه؟ لو كتبت محمد إبراهيم بس؟ آه محمد إبراهيم وزير الداخلية.
ايوه بيظهر لي بحاجات كتير بقى كده. ايوه فبضطر اكتب محمد ابراهيم لاعب الزمالك عشان عشان تظهر. حلو جدا. لازم طيب. الزمالك لو سالتك على تشكيل فريق محلي كنت تحب تلعب معاه. محلي كنت احب العب معاه تشكيله غير اللي انت لعبت معاهم كلهم، كل اللعيبه اللي انت لعبت معاهم دول، في لعيبه بقى كنت نفسك تلعب معاها. اعمل لي تشكيله من 11 لاعب. 11 لاعب بسرعه عشان ده في سكور عمال يعد. والله ده انا بس مخبيه من وراك. حارس مرمى الشناوي. حلو. محمد الشناوي. خط دفاع وكلهم لعبت معاهم حتى اللي موجودين في الانديه التلاته. افتكر يعني افتكر. زهير ايمن. زهير ايمن. محمد هاني. محمد هاني. اثنين مدافعين. اثنين مدافعين كلهم لعبت معاهم والله. عمال اجيب ده وده وده. في لعيبه في الاهلي وفي الزمالك دلوقتي انت لعبت معاهم والله. في الزمالك دلوقتي معظمهم لعبت معاهم. والاهلي لعبت معاهم برضه معظمهم. ما انت بتخلع. والله لعبت معاهم في الـ في الاسماعيلي في المصري في الاتحاد. اكيد في لعيبه في المدافعين ما لعبتش معاهم. انت خسران بالسورس. لا صعب اجيبها دي والله. معظم الناس لعبت معاها فعلا. قول لي اربع لعيبه كنت تحب تلعب معاهم. اربع لعيبه كنت تحب تلعب معاهم. انا معاهم جوه الملعب يعني. عبد الله. عبد الله السعيد. الشناوي. محمد الشناوي. بن شرقي. بن شرقي. اللهم صل على سيدنا محمد. بن شرقي. امام عاشور. امام عاشور. حلو. السؤال اللي جاي ده هيبقى اصعب. طيب تشكيل فريق عالمي تمام من خيال كده، سواء لاعبين سابقين او حاليين كنت تحب تلعب جنبهم. عالمي يعني. عالمي. دي براحتك بقى. افتح زي ما لعبتش معاهم. ماشي. حارس مرمى. حارس مرمى. كاسياس. حلو. خط الدفاع. راموس. 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 مارسيلو. مارسيلو. ماشي. هسيب القلب الدفاع التاني هجيبه دلوقتي. هجيبه كارفار ناحية اليمين. حلو جدا. توم كروز نص الملعب. حلو. مودريتش. ايوه. انا ريال عشان بحب ريال فتلاقيني مقتنع. حبيبي. وميسي ورونالدو. تمام. وصلاح انا لعبت معاه واحطه عادي ولا؟ حط. وصلاح. حتى انا ميسي ورونالدو مش هنحط صلاح. وصلاح وانا رقم 10 بقى. وانت رقم 10 صح. أيوة كده كده خلصانه كده يبقى خلصانه. انت ما قلتليش خط واحد في الدفاع. فاضل لك واحد. فاضل واحد في الدفاع. حط مين في الدفاع؟ بيبي. بيبي. بيحط بيبي يا جماعه. لا انا بحبه جدا. لان ما صدقت مشي من الريال يا جدع. بحبه جدا. طبعا هو كان مدافع جامد جدا. بحبه جدا. يعني مدافع جامد. طيب لو سالتك اقرب 10 لاعبين ليك في 30 ثانيه بس دي 30 ثانيه بالظبط. في كل حته يعني؟ اقرب 10 لاعبين ليك. دلوقتي ولا عامة؟ بشكل عام. بشكل عام اقرب 10. بشكل عام. شيكا. شيكا. عمر. عمر. جابر. عمر جابر طبعا. جنش. جنش. شادي حسين. شادي حسين. وليد عم منعم. وليد عم منعم. وضياء. ضياء. وعامر عامر. عامر عامر. مين تاني يا محمد؟ فاضل ثلاثة. فاضل لازم احطهم يعني؟ اه. وإمام عاشور عشان بلدياتي كمان. تمام. ودونجا بتاع اسماعيلي. انا لو نسيت حد سامحوني بقى. فاضل واحد. فاضل واحد. علي جبر. علي جبر. حلو جدا. طيب ده اهم واحد. اهم واحد كويس لو افتكرته في الاغلب. ده اهم واحد. اكتر لاعب رقصته. اكتر لاعب رقصته. دي صعبه دي. هجيبها ازاي؟ ما وقت. اكتر لاعب رقصته. في لعيب انت اول ما بتشوفه في الملعب بتقول له انت بتاعي. ما تهزرش. في لاعب بيلعب في الاسماعيلي زمان باك ليفت بس مش فاكر اسمه. مش فاكر اسمه ولا مش عايز تقول اسمه؟ مش فاكر اسمه. لا لا. اصل هي هتبقى اوحش لما تقول ليفت باك في الاسماعيلي مش عارف مش فاكر اسمه. ده الاسماعيلي عادي يعني. ما هو ده لعيب بيترقص زي كل اللعيبه اللي بترقص. والله فعلا مش فاكر اسمه. والله والله فعلا. طيب لعيب اتضايق لما رقصته نرفز. لا مش فاكر. انا مش هبص عليه بعد ما رقصه يعني. لا يعني في لعيب بيتنرفز وبيجيبك بقى بيفضل يجيبك ورايح جاي هيجيبك انت بتبقى عارف انه اتضايق. لا لا مفيش حد ما بتلنيش موقف زي ده. شايف حاسس انت بتهرب. مش بهرب والله. بقول لك الصح والله. طب لاعب رقصك. لاعب رقصني. رقصنا لسه وحش. حسن يوسف. حسن يوسف. تمام. طيب افضل ثلاث
مدربين كنت تحب تتدرب معهم وما حصلش نصيب؟ وما حصلش نصيب؟ وما حصلش نصيب؟ تلاتة في أندية تانية كنت تحب إنك تبقى بتتدرب معهم؟ مش لازم ملف عليها في الزمالك برضه. يا أندية في مصر، أندية في الوطن العربي، بس مش هديك في أوروبا يعني، بس تلاتة في المنطقة يعني. المنطقة هنا؟ استحسن في مصر يعني، انا بحاول اسهل لك كل شويه. ما انا عاوز اجيب، مش لاقي برضو. أنا مش لاقي ولا مدرب عايز يتدرب معايا. كابتن حلمي طلعت مرنت معايا. اوكي. كابتن ديت مرنت معايا، كابتن هيثم مرنت معايا، كابتن هابت مرنت معايا. مين تاني؟ طيب مين من مدربين من انديه منافسه كنت تحب تتدرب معاهم؟ من انديه منافسه كنت تحب اتمرن معاهم؟ مفيش حد، كلهم اجانب. ما هو اجانب، انا بكلمك على اجانب. اجانب؟ فاكر انا بتكلم على مصريين بس. لا اجانب، مش هتلاقيني مجمع معاك اسامي يعني. والله مش هيجوا معاك؟ لا مش هيجوا معايا. طيب موسيماني مثلا منهم؟ موسيماني منهم. فايلر؟ فايلر طبعا طبعا. مش بقول لك الاسماء وخلاص. لا لا طبعا فعلا، من اكتر الناس كنت نفسي اتمرن معاهم، من اللي بسمعه كمان عليه. اني واحد؟ ايه؟ فايلر ولا موسيماني؟ لا فايلر. فايلر. ما طلبكش فايلر لما كان في النادي الاهلي؟ تعرفش انت برضه بتلف وترجع لحته ايه؟ خلاص كده عرفنا مين اللي كان طالب الكابتن محمد ابراهيم. افضل او اكتر مدرب ما انسجمتش معاه؟ اكتر مدرب ما انسجمتش معاه؟ انسجمتش، ما كانش في توافق بينكم سواء مصري او اجنبي بالمناسبه، مش لازم مصري. لا يعني ما فيش حد، انا قلت لك في بدايه الحلقه معظم المدربين اللي كانت لعبت معاهم كلهم الحمد لله. بس مفيش مدرب كنت قافلين من بعض؟ لا خالص بالعكس، هو ممكن اول 3 4 ماتشات بس ما بقاش موجود، وبعد كده بلعب كل الماتشات. بس على فكره انت اللي فات ده كله ما جاوبتش في 30 ثانيه، تقريبا بتتكلم في 6 دقائق. في 6 دقائق صح؟ بس اللي جاي ده لازم تجاوبه في 30 ثانيه. ماشي. اغنيه بتحبها؟ اغنيه بحبها؟ وهغنيها. انت مين؟ انا اقول لك مين اللي غششك؟ لو حد غششك لا اقول لك كده، اقول لي مين اللي غششك؟ ما معناها تقول لي كده، معناها كده. لا ما تو... ما... لا كنت اقول لك حد غششني. انت اصلا شايفني انا اقول لك الاغنيه بس مش هغنيها. انا اصلا بحبك من اول حوار وباين عليا، ده ما يعملهاش مذيع تمام، فاكيد ما كنتش هخليك تغنيها. طب ماشي، شفت بقى؟ ماشي. ايه بقى الاغنيه؟ الاغنيه بتاعت جورج وسوف اللي هو ايه؟ استنى اجمعها لك بس عشان ايه؟ الواحد اللي هي ايه؟ مراتي هي اللي هتلاقي دلوقتي تتفرج عليها وحافظها عشان مسمعها لها مدوخه. اغنيه لجورج وسوف. خلاص مش هتغنيها؟ مش هغنيها. تمام. اكتر فيلم بتحبه؟ انا بحب افلام اسماعيل ياسين كلها. كلها حلو جدا. طيب انا كنت هقول لك سؤال صعب بس يعني قلت خلاص مش هسالك سؤال صعب عشان الحلقه بتخلص، فمش هكمل معاك الاسئله الحلوه ديت، واسالك على منتخب مصر. شايف نفسك فين الفتره الجايه مع المنتخب؟ انت كان ليك تويته قصتها قصه اللي انت كنت داخل متنرفز وزعلان، كلنا كنا زعلانين عليك بصراحه، كلنا كنا نحب محمد ابراهيم، وبرده كلنا انتقدناك عشان ابقى امين معاك انه ما كانش ينفع تعمل كده مع مدرب منتخب مصر. بس الفتره اللي جايه شايف الوضع ايه؟ لا والله بص، هو طبعا في الاخر فعلا وجهات نظر، وانا لما عملت كده فعلا زي ما حضرتك قلت كنت متضايق شويه، وبعد كده نزلت تويته ثانيه اللي انا بتاسف على اللي حصل في الاول يعني، واتمنى التوفيق ليهم. بس الواحد بيبقى نفسه اللي هو يبقى موجود يعني. بس فانا والله اللي انا شايفه اللي انا هتعب مع فريقي وهشتغل وهجتهد وهعمل احسن حاجه عندي، واتمنى ان اكون موجود يعني ان شاء الله، ولو ربنا كرم وبقيت موجود همسك في الفرصه. عارف انت الظريف فيك ايه او الحلو اللي فيك ايه؟ ان انت ما بتحبطش يعني، بتيجي في حته في النص كده ممكن تبقى ايه مثلا الحته دي توقعك وتخليك تزهق بقى، انا عمال العب كويس يا جماعه وعمال اكسر الدنيا ومتالق بس ما حدش واخد باله، فممكن تقع. انت ما فيش، انت مكمل طريقك. انا مكمل، ما اصل هقع انا الخسران، ما فيش حد هيخسر غيري. برافو عليك. لازم اكمل واعمل احسن حاجه عشان اموت في احسن حته ان شاء الله. انت حقيقي شرفتني ونورتني. انا مبسوط جدا والله من الحلقه. من الاخر انا انبسطت. وانا يا رب تكون الحلقه كانت خفيفه عليك. جدا جدا والله، وانا مبسوط جدا ويا رب تكون خير عليك دايما كده واشوفك في احسن حته. حبيبي يا كابتن محمد، شرفتني ونورتني، يا رب دايما موفق ويا رب دايما ناجح. احنا ما نتحرمش منك يا حبيبي. يا رب يخليك. يا رب حضراتكم كمان تكونوا استمتعتوا النهارده مع اول حلقه من حلقات رقم 10 ان شاء الله، زي ما قلت لكم يوميا من السبت الى الاربعاء من 12 لحد الساعة 2 صباحا. يا رب تستمتعوا، يا رب بس تطلعوا من أي حلقة احنا بنقدمها بندعي ربنا ان انتوا تطلعوا وانتوا مرتاحين، نايمين مرتاحين، مبسوطين، مفيش تناحر، مفيش مشاكل، مفيش خناق. هنحاول نعمل ده طول الوقت، بقول لكم هنحاول عشان حتى لو أخطأنا ان شاء الله تعدوا معانا أخطأنا ديت ونرجع تاني في طريقنا زي ما وعدناكم من اللحظة الأولى، من الدقيقة الأولى في البرنامج لحد آخر دقيقة النهاردة اهو.
بنقول لكم ان احنا هنحاول نقدم لكم حاجه ممتعه مسليه قبل ما تناموا. اشوفكم يا رب على خير.